ماما خلص، أنا قررت، أنا ما رح أرجع لهالعيلة، والطلاق لازم يصير فورا. مازن؟ خير؟ طلع انت، انا رح اعبي المي عنك. لا ارتاح، هذا شغلي ومتعود عليه. سطلك تعبى. فارشا، انتي؟ تفضلي تفضلي. يا أهلين وسهلين. فارشا، في شي؟ ايه، في مشكلة ساتيش. نحن من كم يوم حاولنا نأخر اختي تنلغي الطلاق، بس محاولتنا فشلت. بهالوقت مازن رح يوصل عبيتنا وياخد جانا عالمحكمة. ساتيش، في مجال انه نوقف هذا الشيء؟ لا فارشا، هلا ما في طريقه. من يومين حاولت كثير، حاولت اني حل الموضوع، بس وقت مازن بذاته اللي اجا، شو فينا نعمل نحن؟ طيب فينا نحاول. لو كان الموضوع بايدي انا، ما كان في داعي تقولي لي، كنت رح حل المشكله لحالي وبنفسي. بس انا مستصعبه فارشا، أنا بطلب منك تكوني صبورة، تكلي على الله ورح تنحل القصة. مرحبا خالتي. ساتيش، أنا بتشكرك كثير على كل شيء سويته وعم تساويه مشان أختي وصهري، عن جد شكرا. وهلا لازم استأذن منك. شو عم يصير ساتيش؟ شو قالت هالبنت؟ يعني شو قصدها تساوي؟ بدها ترجع مازن وجانا؟ لشو؟ لأنه الاثنين زوجين مثاليين ومو حابين ينفصلوا. وبنفس الوقت كمان زواجك من فارشا رح يتم، ما هيك؟ اي اكيد.
إذا مازن وجانا رجعوا مع بعض. على مهلك جانا حبيبتي، لسه في وقت. شكلك متوترة مشان اليوم. نحن كلنا جايين معك. لا أمي، لا ما في داعي تعذبوا حالكم وتروحوا. بلا في داعي، لأنه في قرار كبير كتير رح يتاخد اليوم. إذا ما كنا بهالظروف إمتى منكون؟ بس أمي جانا، بعرف منيح إنك مانك ضعيفة وفيكي تواجهي كل الظروف، بس لازم تفكري فينا كمان. أنتي بنت هالعيلة وراح يصير تغيير كتير كبير بحياتك اليوم، ومهم كتير نكون معك بهاليوم. إيه جانا، ماما معها حق. اليوم كلنا حنروح معك. إيه بنتي، لا ترفضي، هيك أحسن. لا بابا، يعني ما في داعي إنكم تجوا كلكم. بس يا جانا، كيف رايحة لحالك؟ لا لا ما رح روح لحالي، في حدا رح يوصلني. شو؟ مين؟ أنا بشوف. هي 10:15 والمحكمة 11، لازم نمشي هلأ. أمي، بآخر مرة أنا تأخرت كتير على المحكمة، لهيك مازن إجا حتى ما نتأخر هالمرة. بخاطركم أنا خلص اتخذت قرار ونويت إني روح على المحكمة اليوم منشان ما أضطر اسمع من حدا. طيب شو بدك تعملي بالمحكمة؟ أنا وأخي رايحين. بدي أشوف هالبنت الساحرة وهي عم تطلع من حياة ابني مازن للأبد، منشان أعرف طعم الراحة وأتأكد بنفسي إنها رح تروح بلا رجعة. وقتها بس رح اطمن. بس يا سافيتا. لا 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 تحاول توقفني. سافيتا ده مدار، خليها تجي.
منيح اجيتوا على الوقت. اهلا وسهلا. جاهزه جانا؟ يلا يلا تفضلوا. بابا يلا يلا. لحظة، أنا بدي أنهي شغلة قبل ما تنتهي العلاقة بيناتنا. شو قصدك؟ أنا حابة أخذ البركة من بابا. بس يا جانو. ماما سبقيني وبلحقك، ولا تخافي المكتوب أكيد رح يصير. عم أعمل هيك بس مشان أهدى واسي قلبي مو أكتر. بس رجعي بسرعة، لا تخليني خاف عليك. ماشي. بابا ما بيهمني حدا يصدقني او لا، بس انت بتعرف اني بريئة. انا ما قدمت شكوى ضدكم بابا. انا ما بفكر بشي سيء لعيلتك ولا رح فكر ابدا، بس بهالفترة القصيرة كتير رح تنتهي علاقتي مع مازن، وساعتها ما رح كون كنا بهالبيت. انا بدي اقول لك شغله بابا، انت فيك تعتبرني مثل بنتك، ما رح تعطيني هالحق بابا؟ رح تعتبرني مثل بنتك؟ السيد مازن ديشموخ والمدام جانا مازن ديشموخ. سيد مازن، بدك تطلق مرتك جانا مازن ديشموخ؟ أخذت قرارك؟ إيه سيدي. والسيدة جانا مازن ديشموخ، أنت متأكدة إنه بدك تطلقي من زوجك مازن ديشموخ؟ يا بنتي ليش ما عم تجاوبي على السؤال؟ أنا عم بسألك إذا بإرادتك حابة تنهي علاقتك الزوجية القائمة مع السيد مازن؟ شو جوابك؟ لا سيدي، ما رح انهي هالعلاقة. أنا ماني حابة اتطلق. جانا انتي شو عم تحكي؟ رجاء اذا سمحتي، هي قضية وانتو بالمحكمة، ما بصير كل واحد يحكي على كيفه. كل شي بهذا المكان بمعايير قانونية، ولهيك ما حدا بيحكي كلمة من دون اذني. ايه يا سيدة جانا مازن ديشموخ، انتي من شوي قلتي انه ما بدك تنهي العلاقة وما بدك تتطلق. شو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا قرارك الأخير؟ إيه، هذا قراري وما بتراجع عنه. أنا ما بدي اتطلق. اسمعيني جانا، لا تاخدي قرار سريع وتكوني عاطفية. فكري قديش عانيتي وبس، فكري شوي.
جانا هذا القرار مو صحيح ابدا. فكري قبل ما تجاوبي لانه فكرت، قلت لك انا فكرت مره ثانيه. انا اخذت قرار وهالشي صح مشاني، ما بدي انهي هالعلاقه. بس سيدي انا بدي انهي العلاقه اليوم، انا بدي الطلاق لانه لحظه سيد مازن، هذا الشيء بيصير بناء على فهم ووعي. بهيك قضايا ما في شيء بيصير برغبه واحد من الطرفين ابدا. المحكمه بمثل هيك ظروف ما بتقدر تعطي اي قرارات بالطلاق لحتى يكونوا الزوجين جاهزين ومستعدين له. والحالة يلي عنا متناقضة. سيد مازن، انت عم تقول انه بدك تطلق مرتك، وبالمقابل الست زوجتك السيدة جانا ديشموخ رافضة عملية الطلاق هي. وبهي الحالة بيتوجب عليك تبين للمحكمة اسباب الطلاق. قدم اسبابك، انت ليش مصمم تطلق زوجتك؟ نحنا في قدامنا حالة غريبة كتير، يعني من الحالات النادرة جدا طلاق من جهة واحدة. هي حالة بتتطلب النظر والتدقيق من طرف السيدة جانا ديشموخ، ما عندها رغبة انها تتطلق من زوجها، ومن الطرف الثاني سيد مازن ما عنده الاسباب يلي بتخوله يطلق زوجته. ولهيك المحكمة قررت انه ترفض هاي القضية. والسيد مازن وزوجته مقام المحكمة قرر يعطيكم مهلة 3 شهور لا غير، وبهالمهلة المحددة يفترض انكم تعيشوا مع بعضكم. وتبذلوا كل جهدكم مشان تحلوا مشاكلكم. وإذا أصريت على رأيك هاد وبدك تنفصل عن زوجتك بعد مرور 3 شهور، بهالحالة بتقدم التماس طلاق للمحكمة. سيد مازن، السيدة جانا ديشموخ، المحكمة بتعطيكم مهلة لمدة 3 شهور لحل هاي الخلافات ولتعيشوا مع بعضكم، وهيئة المحكمة بتتوقع انه تتجاوزوا كل الخلافات. القرارات راح تصدر خلال 2 يوم، وبالتوفيق. رفعت الجلسة. جانو، نحن كلياتنا عم نستنى جوابك يا بنتي. بدنا نعرف ليش فجأة رفضتي الطلاق بالمحكمة. ليكي بنتي، نحن لحد هلا محترمين كل قراراتك، بس اليوم هيك وفجأة بترفضي مع انك بتعرفي الظروف. جانا، انت بالاول كنتي موافقة على هالطلاق، وكنتي جاهزة ومقررة انك تساوي هالحقيقة بحياتك. بعدين ليش ترددتي وتصرفتي هالتصرف هاد؟
منعرف شو مشاعرك تجاه مازن وانه لسه بتحبيه. ايه بس شو مشاعر السيد مازن تجاهك؟ وهالشي كتير مهم إلك وإلنا، وبتعرفي انه ما إلك مكان بهديك العيلة، وما بقى فيكي ترجعي لمازن ابدا، فليش كل هاد؟ عذابك على الفاضي. سكوتك ما بيحل لنا المشكلة، لازم تجاوبي على اسئلتنا. انا بدي اعرف كيف اختي الحكيمة بتفكر تاخذ هيك قرار غلط. جانا، مازن عملك بشكل سيء ومع هيك مصرة انك تكملي حياتك معه؟ لك انا ما عم بقدر افهم هالشي. لك يا بنتي احكي قولي شي، ليش عم تختبري صبرنا؟ ليكي الكل بيتمنى لك الخير، بس اليوم كلنا حاسين انك اخذتي القرار الغلط والخطير. يعني انت حياتك ما بتهمك ابدا؟ لا بتهمني، انا كتير مهتمة بحياتي، لهيك انا رفضت انهي العلاقة هاي بالمحكمة اليوم. مازن هو حياتي. ما رح اتهنى اذا عشت بعيدة عنه. لك انت ما عندك غير مازن مازن مازن. لك انت شو قصتك؟ انت بتعرفي حقيقة هالمازن واساليبه الحقيرة ومع هيك بتحبيه؟ لك واحد مثل هذا لازم ينحب. وهاد يلي عم اعمله. اخي نحن لهلا مو فهمانين مازن، نحن كلنا واقفين ضده مشان الجرائم اللي ما عمله. بس انا اليوم عرفت الحقيقة. حبيبتي انت لازم تحكي لنا كل شيء بوضوح. يا بنتي انت لازم تحكي لنا شو عرفتي عنه وخلاكي تغيري رأيك فيه بهالطريقة. امي مازن بريء. مازن ولا مرة حاول انه يطعن فيني، بالعكس كان دائما يحميني من الكذب. بس هو غلطته الوحيدة انه كان كتير يحبني. كان ما بيقدر يتحمل حدا يقلل ادب او احترام معي، وهو بنفسه راح ليعرف القصة والحقيقة من واحد ابن حرام. بس هالزلمة خدعه واستخدم دليل كذب وشهود كذابين وأثبت إنه مجرم. طيب قليلنا مين هو هالزلمة؟ أنا ما رح أقول أي شيء أبدا. هاد بيقول ولك تافه شو جاي تسوي ببيتي؟ انا اجيت مشان اخذ مصاريي، بدي مصاريي هلا والا. والا شو بدك تعمل؟ قول يلا قولوا. لا اجيت؟ اي يا امي، هذا سمسار عم يهددني بنص بيتي، شو يعني بدك ترفع علي دعوة؟ او بدك تحكي له لمازن شو هي الحقيقة؟ انا يلي خدعت مازن ودمرته، وقبل انا يلي وقتها بعثت جانو لهداك المكان المشموس والوسخ اللي اشكالك بتشتغل فيه ودمرت لها سمعتها. جانو بس هذا منين جبتي؟ من ابوه لمازن. انتي وعيانه انه القصة راحت لبعيد، بس قبل ما تكملي حكي بعرف انه هالعلاقة ما راح تنتهي ابدا. هيك علاقة نظيفة ما لازم تنتهي. لا بابا ما في شي راح يصير. ايه بده يصير، وشي كبير بده يصير. انت هلا بس اعملي شغلة واحدة وبس. خدي اسمعي، بابا كل هاد شو هاد بابا؟ الحقيقة هذا دليل براءة ابني مازن
ودليل خسارة هالولد الخايب اللي اسمه أجيت. مازن ما كان على غلط، حبك بكل صدق وإخلاص كمان، وهلأ بحبك أكتر. هو أبداً ما كان عم يحاول إنه يكذبك، هو ما بيقدر حتى يفكر بهيك شي لأنه بيخجل. أنتي بتعرفي، بتعرفي منيح إنه ابني مازن ما بيقدر يخطف أي شي من أي حدا، بس يمكن أنتي ما بتعرفي. بس أنتي كل حياته. أنا اللي بعرف، أنا. وأكتر شي بيزعل بهي القصة إنه حياته لمازن ما عم تمشي مثل ما بده. هذا أجيت كذب مشان يحمي حاله، وانتي صدقتيه، حتى اعتبرتي انه كل كذبه صحيح. انتي ما قدرتي تصدقي الحقيقة من مازن ابدا، واليوم ابني مازن عم يساوي نفس الشيء اللي ساويتيه انتي. حياتك عم تتدمر بسبب سوء تفاهم صار هيك بثانية. لو انتي وثقتي بابني مازن هداك اليوم ما كنا وصلنا لهالمكان ابدا. بابا انت ليش ما قلت لي هالحكي من قبل؟ لك انا كنت بدي خبرك، بس الظروف الصعبة اللي مرينا فيها خلتنا ننسى الشريط كله من اصله، وفجأة صار بين ايدي، ويمكن تكون ارادة ربك باني اعمل محاولة اخيرة. جانا، أنا بحب رحب بأي قرار إليك، ورح وقف معك كمان، بس آخر شغلة بدي إليك إياها. أنتي رح تضلي كنة العيلة كلها. كنتي إلي مثل بنت يا جانا. أمي مشان هيك رفضت الطلاق من مازن، وهلأ شو هي غلطتي؟ أمي يلي عندها زوج مثل مازن بتكون وحدة محظوظة كتير. أنا ما كنت بقدر سامح حالي لو أني وافقت على هالطلاق اليوم. أنا أكيد كنت رح أخسر آخر فرصة عندي للتوبة. أنه أنا شك بمازن هي كانت أكبر غلطة بعملها بحياتي. يمكن ما بقدر صلح غلطتي، بس متأكدة إنه فيني أرجع وتوب عنا، ورح ساوي هيك. من لما كنت صغيرة فهمتيني العلاقات، أنت اللي علمتيني كيف إني حافظ على العلاقات، علمتيني كيف أتغلب على أصعب التحديات ولو فشلت إني كمل. أمي أنا تركت زوجي لأني وثقت بشخص غريب. ما بعرف شو اللي صار معي حتى حطيت ثقتي بواحد مثل أجيت. جانا كلنا غلطنا، غلط كتير كبير. لا أمي، أنتوا كنتوا عم تحكموا عمازن دائما من بعيد، بس أنا اللي كنت قريبة منه مع هيك ما عرفته منيح وما فهمته منيح. هاي غلطتي أنا أمي، ما اكتشفتها لليوم، والأصعب مازن عانى بسببي، بس هلأ أنا لازم عاني بداله. أنا ما فيني أعيش بلا، وبدي أرجع له كمان. ما بتفرق معي إذا قبلني أو لا، أنا رح ضل إله، وأنا رح أرضى بأي عقوبة بيقررها. بس في شغلة واحدة، هي العلاقة لا يمكن تنتهي من طرفي أنا، ما رح تنتهي لحتى موت. المحكمة عطت أمر، لازم جانا ومازن يعيشوا 3 شهور مع بعض، ويعيشوا كزوجين، ومو بس هيك، وهون بهذا البيت. أنا ما بعرف شي عن المحكمة،
أنا بعرف إنه من سابع المستحيلات إني أسمح لهاي البنت تجي لهون على بيتي وبس. سافيتا، نحن ما فينا نعمل شيء ضد قرارات المحكمة. إذا ما سمحتي لها ترجع على هذا البيت، المحكمة بتجبرك تعملي هيك. كيف المحكمة بدها تعرف أي شيء عن هاي المرة الحقيرة؟ وإذا هي إجت لهون على بيتي، ما رح تخلي ولا ذرة عقل براس أي واحد فينا. ما رح أسمح لها أبداً تعمل هالشي. ما بتقدر تعمل شي بعيلتنا. شرفاني هي الكنة الوحيدة لبيتي، وما رح أسمح لكني غيرها تقعد عندي. هديك الساحرة اللي قتلت ابني ساشين، وحاجة بقى تقلي على الشهور الثلاثة. أنا ما ممكن أسمح لها تعيش ببيتي ولو للحظة واحدة. تذكر هالشي منيح ولا تنساه. أمي، إن شاء الله ألف مبروك. على شو؟ يا ستي مشاكلك كلها انحلت. مشاكلي؟ جانا ما بدها تتطلق، وهلأ مازن وجانا بوقت قصير رح يرجعوا لبعضهم. أنا كنت متوقع إنه يلتم شمل هالاثنين، وساعتها ما في داعي تجاوبي على أي سؤال بيسألوك يا قرايبينك. وفيني اتزوج فارشة بكل سهولة، مو هيك؟ شو أمي؟ خير؟ أنتي معصبة شي؟ يمكن أنتي ما بدك ياني اتزوج فارشة. خلص أمي، شو مشكلتك قوليلي؟ الإنسان اللي كان عم يحارب مشان سعادتي من أنا وطفل صغير، اليوم هو العقبة تجاه سعادتي أنا. إيه أنا ما فيني أتحمل هالشي. أنا بحبها لفارشا كتير، وما بتزوج غيرها هي بالذات. وإذا ما باركتي لي زواجي وقتها أنا رح كون أتعس إنسان. ماما، في مشكلة كتير كتير كبيرة. أجيت انخدع، هو من الناس كلها مخدوع. مانو، بنتي صار لك ساعة عم تلفي وتدوري، احكي لي بوضوح شو اللي صار. بتتذكري مناسبة أبو وأمه لفينود؟ هاد مازن وأبوه إجوا على بيتك وسجلوا كل شي حكاه أجيت على شريط الكاسيت. إيه؟ ماما وعطوا هذا الشريط لجانو. شو هلأ؟ أنا ما بعرف شو لازم ساوي هلأ، ما بعرف. ماما هالدليل واضح كتير بشكل ما فيكي تنكريه. مانو، لازم تنكري كل شي. شو يعني؟ يعني لازم تضلي تنكري هالشي للنهاية، وإنه أجيت ما له علاقة أبداً بكل شي صار لجانا. بس ماما، صوت أجيت بهداك الشريط. هالشغلة بتنحل مانو، ما رح ياخد منا وقت لحتى نثبت إنه مفبرك. في كتير حالات لتزوير الصوت عم تصير، وهي حالة تزوير جديدة. لا ماما، ما فينا، لأنه لا مانو، ما في مجال للشك بهالموضوع. بكل الظروف المطلوب منك إنك تثبتي إنه أجيت بريء، وإلا كلنا بدنا ننكشف ونروح فيها. فهمتي؟ في شي تاني كتير مهم. لاقي الشريط وتأكدي منه منيح، وبعدين اكسري. طيب ماشي. ناطرة تليفونك لتطمنيني. ما توقعت إنه أجيت يعمل شي حقير مثل هيك. واليوم أنا خجلان من حالي لأنه عندي رفيق مثل أجيت. ساتيش، هي مو غلطتك بالمرة. أنت بتعرف كتير منيح إنه في ناس بوشين وأكتر من هيك. بس ساتيش، أنا اليوم مبسوطة كتير، وبليز أنا ماني حابة أبداً إنه أنزع فرحتي لنحكي عن واحد مثل أجيت. تعرف شو ساتيش؟ في فرصة كبيرة إنه أختي وصهري يرجعوا لبعضهم مرة تانية. الحلم يلي كنت شايفته كتير بعيد أخيراً رح يصير حقيقة. وحلمي أنا
حلمي بده يصير حقيقة ولا بده يضله حلم؟ لازم روح هلأ بقى، لأن ضروري بهيك ظروف أني يكون مع أختي. ما جاوبتيني على سؤالي. ساتيش كيف؟ أنا جاوبتك على هالشي. إيه خلص، ما في داعي للتعصيب هلأ، لسه عندي شوية صبر. فكري وخبريني، بس أكيد فكري. أنا بانتظارك فارشة. كتير منيح، في شريط تاني إذا بدك. بدك؟ هالغلطة مو غلطتك، هالشي كرمال أخوكي، بس للأسف أخوكي هاد ما بيستاهل كل هالشي. جانا، كنت بعرف إنه رح تعملي كل جهدك لتنقذي أخوكي، مشان هيك أنا قلت لفارشا إنها تعمل لي كم نسخة احتياط. بدك؟ شو عم تحاولي تقولي؟ عم تتهميني من دون حتى ما تفكري؟ استحي على حالك شوي. أنا بقدر سمعك نفس الكلام. هلأ بدل ما تبهدلي أخوكي عم تدعميه؟ أنا عم أدعمه لأنه أنا بوسة بأجيد ثقة كتير كبيرة، ومستحيل يعمل هالشي الوسخ. إذا عن جد بتوثقي فيه كان ما في داعي تتسللي وتسرقي الشريط من عندي. يا ربي، شو بدي ساوي بهاي؟ فينود، 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 خلص بكفي. اللي عم بيصير كتير، كل اللي بالعالم عم بيتهموني اني وحدة انانية وبعصب بسرعة، بس اليوم اخذتن هالمدلة اللي عم تتهمني كمان بالسرقة. بكفي، ما بقدر اتحمل كل هاد. فينود، هاد الشريط كل هدفي منه اني اتاكد منه واسمعه منيح، مشان هيك جيت على غرفتها واخذت هالشريط. بس اخذكن البصونه بدها تتهمني بالسرقه هلا. بعدين ليش بدي اسرق هالشريط؟ وشو رح استفيد منه اذا سرقته؟ اذا كنت بعرف انه هذا الشريط مزور. غريب، ليش اجيت ليعمل هيك شيء؟ ومشان شو؟ ما حدا له مصلحه. بعد ما سمعت الشريط اقتنعت انه صحيح وصدقت انه اجيت هو المذنب. بس انا ما في يكون مثلكم، اكيد في حيله او مؤامره ضد اجيت. كيف بتقتنعي بكل هالحكي وانت بنفسك سمعتي الصوت يلي بالشريط؟ معنا صوت مين هاد فينود؟ صوت اي حدا بالعالم ممكن يتقلد هالايام، ونفس الشيء تماما صار مع اخي اجيت. فينود، نحن ناس كتير مثقفين ومحترمين كمان، اجيت مستحيل يعمل هالشيء الحقير هاد. وهالكذب، نحن كيف فينا نصدق شيء مثل هاد؟ فينود، انت بتعرف انه اجيت شخص مثقف ومتعلم وحساس، مو واحد جاهل مثل مازن افندي. مانو، في فرق كتير كبير بين انك تكوني متعلمة وانك تكوني فهمانة، وهالشريط بفرجينا الفرق بين مازن وبين اخوك اللي عم يدعي العلم. فينود، هاي تجاوزت حدودها، بس مشان هالشريط التافه عم بتقول عن اخي انه مدعي علم وما بعرف شو كمان، وهي بنفسها بتعرف انه واقع بحيله من مازن افندي تبعها. بس بقى، كل الحكي الفاضي تبعك كان كله غلط الا شغله وحده، قلتي مازن تبعها. ايه، مازن الي والي لحالي وبس. انا عملت شغلات سيئه معه بسبب أعمال أخوكي الحقيرة. أنا كنت مفكرته مذنب وأسأت الظن فيه، ومشان هيك أخوكي هلأ عم يتحرك بحرية، وبسببه مازن تبعي تعبان، بس رح ينتهي هالشي والسيد أجيت رح يدفع ثمن جرائمه. أنا بعرف إنه مانو بهالبلد، بس وين بده يروح؟ رح يرجع، وقتها اتأكدي إنه رح يروح على السجن.
انت خليتي مازن تبعي يتعذب من الشرطه بلا سبب، ما هيك؟ بنفس الطريقه رح خلي اخوك يتعذب كمان. خرسي، ما بتعرفي تسكتي؟ فينود قول لها هي تطلع من هون، والا انا ما بعرف شو ممكن ساوي فيها. مانو وقفي جنانك بقى، يلي صار وكيف صار اي واضح مثل عين الشمس. في كتير أدلة ضد أخوكي آجيت، ومع هيك أنت مصرة إنه ها. ورغم هالدليل العظيم عم أدعم آجيت، إلا أني بعرف إنه هالدليل مزور، وهالنوع من الأدلة متوفر بالسوق بمية ليرة. عم تحكي صح، وآجيت تشترى نفس النوع من الأدلة وعرف يستخدمها بكل وقاحة ضد مازن. عن جد الدليل اللي كان جايبه أخي آجيت كان دليل حقيقي، شهادة الشاهد والصورة كانوا مزورين؟ لا جانا، هدول حقيقيين. فينود اختك خلص طق مخها، ما يكون حاسين كلكم بهالشي؟ لك مشان شافت تصريح تافه بدكم تتهموا اخي اجيت؟ احكوا بشويه منطق مع هالغبيه هاي. ما حدا بيجبرني على شي، واذا بتطبق السما على الارض ما بقى صدق شي ضد مازن، وما بقى بوثق بكلمه من حدا ضده. ما حدا جابرك توثقي، ومين طلب منك توثقي فيني؟ بس لا تتهمي اخي بهيك كذبه والدليل هاد. بس قديش بدك تضلي عم تحمي لأجيت؟ أنا رح ضل حاول أحمي لأجيت قد ما عم تحاولي تحمي مازن. فينود تخنت كتير والله، أنا ما بقى فيني عالي تحمل أبداً، فكرت شقتنا جديدة جاهزة وهلأ منقدر نطلع ونحنا مبسوطين من هالبيت عشقتنا، بس الناس يلي بهالبيت ما تحملوا يكون مبسوطة بالماضي ولا بيتحملوا اليوم. اسمع، أنا رح قلك هالكلمتين فينود، أنا مستحيل ضل بهالبيت مع هالبنت وعيش أنا وهي تحت سقف واحد، يا اما انا بضل بهالبيت يا اما هي، ولازم تقرر اليوم وبسرعه. مزبوط كلامك كله صح، وحده بس مننا هي اللي رح تبقى بالبيت وهي انت. لانه هاد بيت حماكي، هذا المكان مو الي، انا مكاني ببيت حمايي ورح روح لهنيك. بس تذكري شغلة وحدة، وين ما رح كون بدي خلي أخوك آجيت يدفع ثمن جريمته. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.